كويس اي دكتور سمير حضرتك. تمام. اللي موجود العدد الموجود اقل من امبارح بحوالي اكتر من 15، ودي علامة مش كويسة، علامة ان الناس ما اتبسطتش امبارح. نشوف ايه اللي هيحصل. هو ممكن بس عشان احنا لسه الساعة 7، في ناس بتكون متأخر شوية. وانا يعني انا على فكره انا من النوع اللي بحب البانكتويشن تايم يعني، وان كان امبارح انا دخلت متاخر لاسباب تكنيكال. على العموم هنبتدي بان احنا هنتكلم النهارده عن البريست زي ما اتفقنا. برضو احب اعرف مين فيكو اللي قرا او شاف الليكتشرز بتاعت البريست ومين ما عملش كده. اللي قرا اللي ما قراش الليكتشرز بتاعت البريست وما شافش وما شا... ما قراش النوتس وما شافش الليكتشرز يرفع ايده. طيب أول حاجة إن العدد اللي ما عندوش فكرة عن الموضوع قل عن امبارح جدا، وده شيء كويس. رؤساء المجموعات أصلا اللي هم مدعوين للميتينج اللي انت قلتيلي عليهم يا كارينا، ثلاثة منهم ما دخلوش. أوكي، أنا شايف إن احنا نلتزم بالميعاد، و حد فيكم ابتدى يريكورد وده شيء جيد. وده شيء جيد. اوكي، نزلوا ايديكم اللي رافعين ايديهم، مفيش مشاكل. وهنبتدي دايما زي ما متعود بان احنا نشوف البناين بريست ديزيز الاول. ليه دايما بحب ان انا احط البناين بريست ديزيز الاول؟ علشان الانطباع العام عند الناس ان كل حاجه في البريست كانسر بريست، اي حاجه في البريست كانسر بريست. للاسف الشديد ده انطباع خاطئ. انتوا شايفين كلكم البرزنتيشن؟ اي دكتور. تمام. في جمله وسؤال في الام سي كيو ساعات بيجي اسمه ذا موست كومن ديزيز افكتنج فيميل بريست از كانسر بريست. الجمله دي طبعا خاطئه، خطا. نقول الجملة تاني: The most common diseases affecting female breast is cancer breast. الجملة خاطئة، وهنشوف دلوقتي انها خاطئة لأن الكانسر بريست is not the most common. Subjects to be covered in these lectures الأربع حاجات دول: أول حاجة assessment of any breast lump سواء benign أو malignant، لأن ده الأساس بتاع الـ examination of the breast. Breast investigations تشرحها كل واحدة بالتفصيل وإيه اللي لها وإيه اللي عليها وبتدلنا على إيه. Diagnostic keys of benign breast diseases. Each benign breast disease الكاركترز بتاعتهم وإيه اللي ممكن نشخصه بيه ونعالجه إزاي. وتريتمنت اوف benign breast disease اللي هي نعالجه إزاي. المنظر ده هو المنظر بتاع any female with breast complaint، مش any female with breast lump، any female with any breast complaint. يعني حتى بين، حتى discharge، حتى اي breast complaint الست بتفكر الاول ان هو cancer breast. لكن الحقيقة ان مش any lump تسبب الانكزايتي الجامده دي. المفروض ان مش اني لامب، لان اللامبس بتاعت الكانسر بريست هي الليست او اقل عددا من البناين ديزيزز. نوت اول بريست لامبس ار بريست كانسر. ده اسمه رول اوف 85، هناخده بالراحه كده. رول اوف 85 بيقول ايه؟ 85 اوف اول بريست كومبليننج فيميل هاز ا بناين ديزيزز. 85
of all breast complaining females can be diagnosed only by clinical examination, history taking and the clinical examination. كافي جدا ان انا اشخص 85% of diseases. 85% of benign breast diseases is AND اللي هو apparent normal development and evolution او ما كان يطلق عليه fibrocystic disease وهنشوف بالتفصيل بعد كده. 85% of benign breast diseases could be managed just by assurance. Just انت تقول للمريضة اللي جاية لك دي انت ما عندكيش cancer breast ده كافي لعلاجها. ده اسمه rule of 85. Any breast mass should be assessed by triple assessment. دي حاجة لازم نحفظها كلنا وده cornerstone في تشخيص اي breast disease. Any breast mass has to be assessed by triple assessment. No complaining or consists of three arms. Each arm has two subdivisions. أول واحدة complete breast examination including history taking and examination. تاني حاجة imaging including mammogram and ultrasound. آخر حاجة biopsies either by fine aspiration or core tissue biopsy. أي breast mass should be assessed by triple assessment. ليه؟ لأن وجد إن triple assessment sensitivity equal للإكسجين بايوبسي. لو إحنا حطينا triple assessment مظبوط، خدنا history taking مظبوط، وعملنا examination مظبوط، وعملنا imaging بطريقة صحيحة، وخدنا بايوبسي appropriately، التلاتة دول مع بعض في 1150 حالة طلع إن الفولس نيجاتيف 2 من الألف. وabout the same as for open biopsy. يبقى equal للopen biopsy. هنا بقى excision biopsy أو incisional biopsy for breast mass ماتت يعني لا تستخدم الآن إلا في أضيق 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 الحدود. لما أنا كنت طالب أدكو كان excision biopsy of breast mass for diagnosis كان عادي حاجة عادية يعني كل جراح بيعمل 10 حالات مثلا كل شهر ولا حاجة. هنا يعني انا عايز اقول لكم انا بعمل اكسجين بايوبسي فور دايجنوزس اوف بريست ماس ممكن مره كل سنه مره كل سنتين. طيب الكلينيكال اكزامينشن اوف ذا بريست كان في فيديو انا بعت اللينك بتاعه للكوردينيتور بتاعه السنه وهي وزعته عليكم وده في فيديو جميل ممكن نتناقش فيه بعدين بس هنا بنشرح بسرعه ان البريست بيتكون او بنقسمه الى 4 كوادرنتس ما ننساش ان الفور كوادرنتس ابر ولور ميديال ولاترال لكن ما ننساش ان في حته اسمها سنترال او ريترو اريولار ريجون ساعات بتهمل او بتتنسى وانت بتعمل بالبيشن اولسو ما تنساش ان في تيل اوف ذا بريست البالبيشن اوف ذا بريست بيتم والعيانه فلات بوزيشن البالبيشن اوف ذا بريست بيتم كلاسيك والعيانه فلات وايدها محطوطه تحت راسها البوزيشن ده بيخلي البريست تيشو سبريد از ماتش از كان اوفر ذا تشيست وول البالبيشن بيتم بالفلات بتاع الفينجرز زي ما اتفقنا امبارح الجزء ده اللي هو الفلات اريا اوف يور فينجرز وان روكينج سلايتلي روكينج مانوفر التكنيك ده اسم يعني احنا بنسميه معلش في الالفاظ التفعيص الطبي ده التفعيص الطبي ده مش اكزاميشن اوف ذا بريست اطلاقا لو اي فيميل انت عملت لها الطريقه دي اللي محطوطه فوق دي كل الفيميلز اللي عندك عندها بريست لام لان النورمال جلاندولار تيشو بتاع الفيميل يتحس كده انه ماس عرفنا ليه الطريقه دي ما ينفعش تتعمل وخصوصا كمان انت بتستخدم ايديك الاثنين سيمولتينيسلي مش ايد واحده هي اللي بتاخد المعلومات. Examination of the axilla بيتم بطريقه ده التكنيك الصحيح ليه؟ العينه سيت اب ماشي وانت واقف قدامها ومواجهها وبتحس الاكزيلا while arm is in semi abducted position. البوزيشن ده او الاكزيميشن او الاكزيلا ممكن يتعمل العيانه نايمه لو انت شايف ان ده comfortable لها ان انت ما تقومهاش وتنيمها وتقومها وتقعدها علشان تعمل الاكزيميشن لكن ده الكلاسيك ان هي قاعده قدامك انت قاعد في مواجهتها و
بتحس الاجزله بالكونترالاترال هاند، يعني دي الاجزله اليمين بتاعت الست انا بحسها بايدي الشمال. دي الايد الشمال بتاعت الست دي سيلف اكزامينشن، ده سيلف اكزامينشن. الايد الشمال بتاعت الست دي عامله اكزامينشن 100% صح، الايد اليمين غلط. الايد اليمين هتبرز البريست لبره وهتخليها تحس بين الشمال اكن في ماس وهي ما فيش ماس، فما ينفعش. ده نعلم الست ان انت تعملي بهاند واحده بس. اذا كان احنا بنعلم الست في السيلف اكزامينشن اعملي اكزامينشن بهاند واحده بس، يبقى ازاي نسمح للدكتور باثنين هاندز يحس بيهم في نفس الوقت؟ هتقولي طب هنا هو بيحس باثنين هاند، لا ده هو بيحس بالهاند دي اجينست تشيست وول، ده كاونتر بس بريشر ان انت بس عشان البريست ما يهربش من تحت. يبقى ده اكزامينشن. الماموجرام، كلمتين عن الماموجرام. خلي بالكو ان المحاضره جنرال investigations و examination of the breast لكن مش cancer breast. cancer breast هنفصل شوية على حاجات تانية. ده جهاز الماموجرام لازم تعرفه شكله، لازم تعرفه هو ايه. هو عبارة عن two blades بنعمل بيهم flattening of the breast tissue، وواحد فيهم بيبقى فيه الكاسود اللي بيطلع الاكس راي، والتاني بيبقى فيه الفيلم اللي هو بيستقبل. طب ليه بنعمل flattening للبريست؟ بنعمل flattening للبريست علشان نقلل الانتر facing between two media تعبر فيها الأشعة. بمعنى لو الأشعة عدت من الهواء لجسمك للهواء للكاثود الصورة هتبقى هيزي، هتبقى blurred. فاحنا بنقلل الانترفيس ده بان بنخلي البريست اللي هو شكله اصلا هيمسفير مور flattened as much as we can علشان الصورة تبقى ادق. هل الماموجرام is painful procedure؟ في واحدة ست هتسألك ده painful procedure؟ لا، هترد عليها تقول لها هو discomfort procedure. في فرق بين discomfort procedure و painful procedure. الفرق بسيط صغير بس عم دور عليه بقى، يعني واحد فيهم بيأثر على الفسيولوجي بتاع الجسم اللي هو البين، لكن الديسكمفورت ما أثرش. يعني مثال مثلا حضرتك discomfort ان انت قاعد في مثلا في اوضة هواها مثلا حر او حاجه، ده ديسكمفورت. لكن ده مش هيأثر ان هيحصل لك تاكيكارديا او سويتنج او حاجه او مثلا تاكيبنيا او حاجه، لكن البين يعمل السايد فيزيولوجيكال افكت دي. اني هاو الماموجرام بيتعمل في تو فيوز، فيو اللي هو محطوط فيه الست دي اللي هو اسمه كفال وكودل من فوق لتحت، وفيو لاترال اسمه ميديو لاترال من الميديال لللاترال. في فيو تالت اسمه اوبليك، ساعات يستخدم تو كلاريفاي سام ليجنز مثلا زي المايكرو كلاسيفيكيشن، عايز توضحها اكتر. المثال لنورمال ماموجرام، وفي نفس الوقت هتلاقوا ان التلاتة اللي قدامكم دول مختلفين بس التلاتة نورمال. الاختلاف جاي من الايج بتاع العيانه او الايج بتاع الفيميز او الماتيوريتي بتاع البريست. البريست اللي على الشمال خالص ده اسمه immature breast او virgin breast، واحده بنت عندها 18 19 سنه مش متجوزه، البريست بتاعها هتلاقيه ابيض اكتر من اسود لان الابيض ده جلانديولار تيشو، هتلاقيه دنس. اللي في النص دي واحده ست عندها 30 35 سنه، خلفها مره مرضعه مره او مرتين. البريست اللي على الشمال ده دي واحده بوست مينوبوز، هنا الجلاندولار تيشو ريجريس والفات تيشو اكتر فبقى شكله اسود اكتر. الثلاث صور اللي قدامكم ده بيفسروا لكم الجمله اللي بتتقال لكم ان مفيش ماموجرام يتعمل لست تحت ال 35 سنه. الجمله دي سمعتوها، حد فيكم سمعها بتشوفوها ساعات بتيجي في سؤال ام سي كيو. هو الست اللي تحت 35 سنه الجلاندولار تيشو بتاعها بتبقى اكتر بقى كده، فبيبقى very difficult to discover lesions underneath this dense tissue. فهو مش ممنوع ان انت تعمل ماموجرام لاي ست تحت 35 سنه قد ما هي it is useless to do mammogram for any young female virgin زي البس ده، لان كأنك يعني بترمي فلوسك ومش تقدر تشوف ليشن معين. لكن البنات اللي تحت 35 سنه وفيرجن نستخدم لهم ايه؟ الترا ساوند
بيجيب نتائج وممكن نشوف فيه ليجن وحاجات تانية. دي القاعده. يبقى القاعده فاهمينها كويس قوي. الماموجرام مش محبذ انه يتعمل اي فيميل تحت 35 سنه، لكن انتوا مش صغيرين، انتوا كبار، فلازم نكلمكم شويه بفهم شويه. في تو اكسبشنز لهذه القاعده. الاكسبشن الاولاني اي فيميل هايلي سسبيشس اوف كانسر كلينيكالي او باي اني هاو، يعني عملت اي شيء الترا ساوند وبرضه فيتشرز في الليجن مالجنت او حاجه، دي تعمل لها ماموجرام عشان انا بدور على معلومات از ماتش از اي كان. طب لو برضه الست دي عملت لها ماموجرام وطلع كده ومش قادر اشوف اي فيتشرز فيه، هنا في اللحظه دي هحاول اعمل ام ار اي. الام ار اي هي ايدنتيفاي المالجنت ليجن في الدنس بريست افضل. النقطه الثانيه ودي بحب اقولها لكم دايما، القاعده معموله على الفورينرز او على اليوروبيان، يعني لان احنا في مصر ممكن تلاقي فيميل سنها حوالي 20 22 سنه ومتجوزه ومخلفه 3 عيال ومرضعاهم. هذه الست مش هتبقى البريست بتاعها شكله كده، هيبقى البريست بتاعها في النص. الست دي ممكن ماموجرام يفيدك. فده بقى لما تتخرجوا، دي مش معلومه عشان دلوقتي، لما تتخرجوا انتوا هتعرفوا الماتيور بريست من الفيرجن بريست كلينيكالي، وممكن تقول الست دي ممكن الماموجرام يفيدها ولا لا. هنا ابنورمال ماموجرام بنشوف حاجتين، ايه الحاجات اللي بنحاول نلقطها في الماموجرام ابنورمال؟ حاجتين مهمين قوي، يا اما ريديو اوبيك شادو او ريديو اوبيك ليجن، والكاركتر بتاع الريديو اوبيك ليجن ده هنا الكاركتر بتاعته الريجولار ساتلايت انفلتريتنج نير باي، كمان في يعني نير باي سمول ليجنز، ده مالجنت فيتشرز، كلها مالجنت فيتشر، يعني ده ليجن في ست في مالجنت فيتشر. الست دي لو انتوا شطار، الست دي عندها كام سنه؟ اباوت الست دي اباوت 40 او اكتر، 40 او اكتر، ما تبقاش صغيره قوي، والبيست بتاعها بالسواد ده. كمان في الماموجرام بنحاول ندور على مايكرو كالسيفيكيشن، ده هو ما يطلق عليه كلمه مايكرو كالسيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني زي الطباشير، عارفين الطباشير بتاع السبوره السوداء؟ جبت حبه منهم ورميتهم على الاشعه كده بيبقوا شكلهم كده. المايكرو كالسيفيكيشن ليه سب تايبس، المايكرو كالسيفيكيشن ليه سب تايبس، بس دي اظن هي خارج السكوب بتاعكم. وان كان يعني لو حد قال لكم ايه اخطر مايكرو كالسيفيكيشن، قول له اللينير، اللينير اللي هو بياخد شكل الضغط نفسها، لان ده بيدل على ان في دكتور كارسينوما ان سايتو موست بروبلي. طيب الترا ساوند بريست، الترا ساوند بريست بيبين لنا ايه؟ ده جهاز الالترا ساوند ده كويس، بيبين لنا وبيفرق لنا كويس بين كلير سيستيك ليجن اللي هو زي اللي فوق ده، وهيتروجينس ليجن. يعني ايه هيتروجينس ليجن؟ يعني الليجن ده اسود على ابيض على ابيض غامق على ابيض فاتح على الريجولار ايجز، شايفين الشكل اللي هو ده الكاركترز بتاع المالجنسي، ده فيتشرز اوف مالجنسي، يعني ده واضح جدا الفايده بتاعه الالترا ساوند بريست. الست اللي عندها سيست زي ما هنشوف بعد كده في فايبرس ديزيز، هتلاقي الصور اللي فوق ست اللي عندها مالجنسي هتلاقي هيتروجينس الريجولار ماس. انذر الترا ساوند باين فيه سيست، والسيست ده فيه فلويد وفيه اير وفيه بوليب، هنا الريجولار ريجولار ريجولار ليجن، ولكن السواد بتاعه هوموجينوس، برضه ده ممكن يكون فايبرو ادينوما، ده ابسس وده فايبرو ادينوما. تفاصيل الحاجات دي مش عليكم، ان بي ان بي، يعني مفيش واحد فيكم يقول انا مش قادر اشوف الليجن ده يا دكتور جلال ومش قادر افسر هو ايه، لا 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 لا، دي امثله لكم. لكن اللي عليكم ان الالترا ساوند ذا بيست ميثود ان هو يستخدم في تو اسيس ذا بريست ان فيلز ليس ذان 35 ييرز، دي عليكم. اللي عليكم ان الالترا ساوند ذا بيست ايمجنج تول تو ديفرنشيت بتوين سيستيك اند سولد ليجن، دي عليكم. الكومباينيشن بتوين ان انا اعمل ماموجرام والترا ساوند سيمولتينسلي ليه فايده كبيره، شايفين دي؟ ادي ماموجرام. شايفين ليجن؟ اه شايفين ليجن. بيج وريدج وبيج بس شكله ويل ديفايند شويه. الليجن ده ما اقدرش احدد هو سيستك سمبل سيست ولا هيتروجينس سيست، ولا لما عملت الترا ساوند سيست ده لقيت فيه تيشو كبير قوي جواه،
تيشو جواه من الشكل ده يبقى ده سسبيشس سيست او سيست مش مطمئن او سيست ما سيبوش يعدي كده بخير زي السيمبل سيست اللي فات. طيب بالنسبه للفاينل اسبيريشن سيتولوجي، ده سيتولوجي يعني بياخد شويه سيلز من التيشو او من الليجن وبحطها على بفردها على سلايد وبشوفها. ده منظر ازاي بناخد فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي. سرنج عاديه خالص، يستحسن تكون 5 10 سم او 20 سم عشان تبقى ليها فيكم قوي. جاست ستيك ذا نيدل من غير ولا مشرط ولا بنج ولا اي حاجه ولا لوكال انستيزيا حتى. ستيك ذا نيدل نير ذا ليجن، فورورد اند باكورد موفمنت 3 اور 4 تايمز وايل يو ار ابلاينج ا فيكم. التيب بتاعت النيدل هتكراش شويه سيلز والفيكم اللي انت بتعمله هيهف هيشفط هذه السيلز جوه النوزلز. هتروح مطلع السرنجه دي ورامي اللي جواها على سلايدز، يعني اكنك بترمي نقطه او نقطتين سيروسانجيوس ماتيريال، وتجيب الكفرج بتاع السلايدز وتفردها وتغطيها. دي مكنه بتخلي ثلاث صوامع من ايديا يعملوا الفيكم، وفي نفس الوقت هي السرنج بايدي واحده ادخلها واطلعها بحيث ان ايدي الثانيه تبقى فري to localize the lesion. يعني دي assisting مثلا needle عشان find needle aspiration. ساعات النيدل دي بتجيلكوا في سبوت من السبوتات بتاعت الاورال في اخر السنه. طب دي find aspiration وفهمناها وعباره عن short cells، اما حكايه الكورنيل بايبسي لا ده موضوع تاني خالص، وهيفسر امبارح لما قلت لواحد من زملائكم سال الكور نيدل ليه ما استعدت، يعني مش سهله. الكورنيدل لو بصينا للابره الشمال دي بس ما تبصوش للباقي. الكورنيدل مكونه من تو نيدلز داخلين جوه بعض. الخارجيه اللي لونها اصفر هولو وحفتها الاخيره دي فيري شارب، فيري شارب تعورك. والنيدل الثانيه راكبه جواها سوليد، سوليد ما عدا جتر كده في اخرها، شبه اخرها. بنروح عاملين لوكال اناسيزيا هنا، الكورنيال بايوبسي بتتعمل باللوكال اناسيزيا، ده فرق. نعمل بالمشرط انسيجن حوالي 2 مللي في السكين. نخش بالابرتين جوه بعض اكنهم ابره واحده لغايه ما نوصل اوربت تيومر. عندما نصل الى اوربت تيومر فوروردنج النيدل اللي جوه بس، ثم سلايد النيدل اللي بره عليها. احنا قلنا السلايد النيدل اللي بره شارب فيري شارب، فتروح قطع جزء من البراون تيشو ده التيشو اوف ذا ليجن وكيب ات ان ذا جاتر اوف ذا انر وان. نعيدها تاني بسرعه، الاثنين نيدل مع بعض هم اكنهم نيدل واحده وهم داخلين بعد ما عملت لوك انسيزيا وشرطت السكيم بمشرط ملي او 2 ملي لغايه ما قربوا من التيومر او قربوا من الليجن. فوروردنج الانر نيدل اللي هي السوليد البيضاء الاول اللي فيها جاتر، ثم سلايد الاوتر عليها وهي بتسلايد بتقطع جزء من التيشو وتكيب ات ان ذا جاتر. Then I will withdraw both simultaneously outside body وافتحهم عن بعض. هروح مطلع من الجاتر اريا دي حته تيشو قد half the length of the match stick. عارفين الماتش ستيك؟ half the length of it حته قدها او ارفع منها. دي الابره المتداخله في بعضها، دي الاوتر وجواها الانر، ودي مكنه لما بنحط الاثنين مع بعض وبندوس على الزرار هي لوحدها بتخلي الانر تدخل جوه الليجن وبعديها الاوتر على طول. برضو دي مكنه تؤسس. لو المكنه مش عندي انا بايديا الاثنين ممكن اعمل منفر. يبقى دي هتطلع لي حته تيشو مش سيلز، حته تيشو ممكن اصبغها، ممكن اعمل لها هرمون ريسبتورز، ممكن اشوف الريليشن شيب ويز اوف ذا سيلز ويز ايتش اذر والبيزمنت ميمبرين وكده. اكسيشن بايوبسي ساعات بتبقى كويسه في الحالات البناين سمول ليجن، ودي بمشرط. لا دي بتبقى دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك ات ذا سيم تايم، ودي مش بنلجا لها عاده فور دايجنوستيك. لو اضطرينا ان احنا نعمل اكسجين بايوبسي، لو اضطرينا ان احنا يعني ايه اضطرينا؟ ما هو نفهم. يعني الست جات لي ببريست لام، حاولت اخد الهيستوريتين كويس جدا خدته،
الاكزامينيشن تمام التمام، لكن الشكل سسبيشس مش قوي، والجمالين ده مش قوي بيناين. عملت ماموجرام والترا ساوند، للاسف الشديد الماموجرام والالترا ساوند مش جايبين برضه، حاطينها في بايرات 3. هنفهم يعني ايه بايرات 3؟ يعني في النص، يعني ولا مالجنت قوي ولا بيناين قوي. عملت لها كور بايوبسي، مش فاين نيد الكور بايوبسي، برضه الباثولوجيست جايب لي نتيجه ايكويفوكال. هنا وانا قلبي مش مطمئن، قلبي مش مطمئن، هنا هعمل اكسجين بايوبسي. طب لو اضطريت اعمل اكسجين بايوبسي في الحاله دي، ودي حالات مش كومن، لو تسمح حاول تحط الانسيجن اللي انت هتاخد بيه الاكسجينال بايوبسي جوه البلان او الاليبس اللي ممكن تعمله فور موديفايد راديكال ماستكتومي. ما تعمليش انسيجن فيري هاي فوق هنا وانت بتجيب ليجن تحت، او فيري لو وتقول خفيف الانفرامامري مثلا فول، لا كده. ننتقل بقى، احنا كل الكلام اللي فات ده كان كلام جنرال عن السيرجي اوف ذا بريست، هننتقل شويه ونخش جوه البلاين بريست ليجنز او البلاين بريست ديزيزز. ذا موست كومن بلاين ديزيز اوف ذا بريست هم حاجتين، فايبر ادينوما وفايبروسيستيك ديزيز او سيستيك تشينجز. هنشوف دلوقتي الفرق بينهم، واحد بيبقى كومن في اليونج ايج وواحد بيبقى كومن في البيري مينوبوز. طيب لو اتكلمنا على الفايبروسيستيك ديزيز هنا كويس قوي. طب انت قلت الاثنين دول هم الموست كومن، انهي الموست كومن فيهم؟ يعني اكثر شيوعا فايبروسيستيك اكثر طبعا، تمام هنشوف. طب ذا موست بناين كونديشن او افكتنج ذا بريست از فايبروسيستيك ديزيز. فاكرين الرول اوف 85؟ فاكرين لما قلت لك ال 85 85% منهم اندي، ما هو اسم الفايبروسيستيك ديزيز اندي او ادي ادي او ادي ادي ادي. الصوت ده مش عارف في صدى يبقى حد فتح المايكرو. اللهم صل وسلم على محمد. اسماء الديزيز ده كان زمان بيتسمى ماماري ديسبليزيا، مفيش حد بيسميه دلوقتي، لكن انا جايب الاسم ده لحاجه واحده بس، ما تتلخبطش بين كلمه ماماري ديسبليزيا وابيسيليال ديسبليزيا. ماماري ديسبليزيا ده اسم من اسماء الفايبروسيستيك ديزيز، الابيثيليال ديسبليزيا ده حاجه تحت الباثولوجي تحت الميكروسكوب، ودي هنشوفها دلوقتي، ولو كان فيها اتيبيا يبقى ليها سيجنيفيكانس. يبقى ده اسم قديم ماماري ديسبليزيا. اسم تاني سيستيك ماستوباثي. ليه سيستيك ماستوباثي؟ لان في سيست فورميشن وبين فسموه كده. لكن الاسم الاحسن بقى او اللي فعلا يبين او يوصف الحاله اندي. ايه حكايه اندي دي؟ اختصار لكلمه طويله aberration of normal development and evolution. يعني ايه aberration of normal development and evolution؟ البريست تيشو بيبتدي ان هو infant يعني embryonic، يعني embryonic في بطن ماما البريست تيشو لسه rudimentary. الطفل يتولد برضه rudimentary. عند البيوبرتي يبتدي الجلاندولار تيشو تزيد والاديبوس تيشو يتحط وشكل البريست يكبر. لو الست ابتدت تحمل اثناء الحمل يبتدي فورميشن اوف داكتس وليننج اوف داكتوز ايبيثيليوم وبريبريشن فور لاكتيشن. اثناء اللاكتيشن يبتدي يفرز ميلك كتير جدا 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 والبايو ايبيثيليوم يشتغلوا ويحصل سكويزنج لها ويحصل ارضاع. لما يحصل ويننج يحصل بارشال انفوليوشن للبريست لغايه ما يبتدي يرضع تاني. عند المينيبوز يبتدي انفوليوشن لكل الجلاندولار تيشو والداكت تيشو تقفل ويبتدي الفات تيشو يزيد اكتر. اللي انا كلمت عليه او حكيته في ال 30 ثانيه او ال 40 ثانيه اللي فاتت ده اسمه نورمال ديفلوبمنت اند انفوليوشن. واي ديفيشن اوف ات از ابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت هو الفايبروسيستيك ديزيز. الايدج كومن ايدج اوف فايبروسيستيك ديزيز هو الريبرودكتيف ايدج، يعني لازم الست تكون ريبرودكتيف. ليه؟ لان هو تاثير الفيمينين هرمونز اللي بتطلع وتنزل كل شهر في الست اثناء الريبرودكتيف بيريود على البريست تيشو. لكن في بيك بيرمينوبوزل، في بيك بيرمينوبوزل يعني ايه بيرمينوبوزل؟ يعني قبل المينوبوز بسنه مثلا او سنتين وبعد المينوبوز بست شهور سنه. الفتره دي لخبطه الهرمونات بتبقى جامده جدا، فالبيك بتاع الفايبروسيستيك ديزيز بتبقى اعلى. باثولوجيكالي الفايبروسيستيك ديزيز لو افتكرته وانتم بتذاكروا في الباثولوجي وبتدرسوا باثولوجي، الفايبروسيستيك ديزيز عباره عن اربع حاجات اللي هم ادينوزز و
هو increase الاماونت او الكميه الجلاندولار تيشو ابيثيليوزز يعني بيحصل ابيثيليال هايبربليزيا فايبروزز والفايبروز ده بيخلي سيست فورميشن نقولهم تاني ابيثيليوزز ادينوزز لوجلاندولار هايبربليزيا وفايبروزز وسيست فورميشن الحاجات دي الاربع حاجات دي تافكت wide area of the breast, not localized area of the breast, هو ده الباثولوجي بتاع الفايبروسيستيك ديزيز. Usually bilateral, usually affect الفيميل bilateral لان هي الافكت بتاع الهرمونز في الماين والموز على الناحيتين. Usually accompanied by cyclical nostalgia. Cyclical nostalgia الوجع يزيد قبل الدورة ويخف مع حدوث الدورة. Sometimes accompanied by nipple discharge with any color except red. سمعت الكلمة؟ commonest color اللي هو dark brown او greenish او yellowish لكن هو any color ممكن اكون بعد fibrosis disease except red contraceptive bills drugs history and history of hormone replacement ساعات بتبقى combined واضحه جدا الست تيجي تقول لك اصلا انا خدت حبوب بعد الحمل وبعدين تعبتني فخدت حقن الحمل منع الحمل بتاكل كل شهور حطيت اللولب وبعدين جالي نزيف فشلته اللخبطه دي هي لخبطه الهرمونات اللي عندها clinical examination لو واحده ست جات لك بالهيستوري اللي فاتت دي وعايز تكشف عليها هتلاقي تندنس والتندنس دي مش localized تندنس دي ديفيوز تندنس في البريست تيشو كله هتلاقي نوديولاريتي اكن البريست تيشو بتاعها عنب يعني عنقود عنب في نوديولاريتي مش ديسكريت ماس فهمت الفرق هتلاقي لو لقيت ديسكريت ماس في بريست وانت حاسس بكل افكت انها فايبروس ديزيز usually الماس الدوميننت دي دوميننت سيست يعني لما انت قلت فيها سيست كتيره لو سيست منهم واحده كبرت قوي وطبعا عظمت قوي هتبقى هي الدوميننت سيست ودي بتحسك انها علامه usually الاكزيلا بتبقى نيجاتيف مفيش ليمف نود انلاج بالاكزيلا طيب الفايبروسيست ديز دايجنوست يوجوالي بالترا ساوند ممكن الترا ساوند مونجرام والالترا ساوند مونجرام هيقول لك ده فايبروسيست ديز دو مالتيبل سيست التريتمنت بتاعه ريدكشن في نقطه نسيها هنا التريتمنت اول حاجه في التريتمنت دي اشورنس واحد شاطر اهو قال لي اشورنس يعني ايه الست جايه مش فاهمه يعني ايه فايبروس ديزيز انت الدكتور اللي فاهم هي جايه خايفه من كانسر بريست يبقى اول يا ستي انت ما عندكيش كانسر بريست وما عندكيش حاجه تخليكي عندك كانسر بريست اطمني امال انا عندي يا دكتور عندك بقى فايبروس ديزيز بالعربي ساعات يطلق عليه اصل دي عندها شويه غدد شوية تليفات أكياس مية كل التسميات دي هي مرض واحد هو الفايبروسيس ديزيز هنعمل إيه؟ ريدكشن أوف كافيين لعلاج النوستالجيا ويل سبورتنج برا ساعات بتساعد لو في ديسكريت سيست يعني لو في ماس واحدة وبالألترا ساوند والماموجرام أثبتنا إن هي سيمبل سيست كلير فيها كلير فلويدز نعملها أسبيريشن للسيست ده أيزر دايركتلي لو هي محسوسة أو باي ألترا ساوند guided لو هي مش محسوسه لو الفلويدز اللي طالع كلير سواء يلوش او وايتش ده ممكن يعني ديسكريت نرميه من غير ما نحلله خالص 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 لان فايبروسيس ديزيز ممكن يتشخص في 35% من الحالات كلينيكال ساعات ان احنا ندي العيان فيتامين اي او بايدوكسين يحسن من تقليل الجلانديولار الديفيوز نودلز اللي عنده والماستالجيا اللي عندها evening prime rose oil ده زهره الرحيق بتاعها او العصاره بتاعتها حاجه ناتشرال مش مصنعه ولا حاجه وجد ان هي لما نديها فيها شورت فاتي اسيدز والشورت فاتي اسيد لما بندهنا نديها للعيانه بتقلل السنسيتيفيتي البريست تيشو للفيمينين هرمونز فتقلل الوجع شويه ممكن نستعملها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري لو البين ده جامد قوي يعني ممكن نديها كاتافلاب او صوديوم اللهم صل وسلم على محمد رابيداس او كاتابلام او اي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اون ديماند يعني لما تحس بالوجع او تبتدي تحس بالوجع دانازول اتيز انتي فولكولر ليوتيلايزنج هرمون
هرمون بيتفرز من البيتيوتري جلاند وبيعمل اوفيوليشن، لكن ما اظنش يعني ان ده هنوصل لعلاج الفايبروس ديزيز لهذا القدر. النقطه اللي تحت دي بقى اللي بالاحمر اللي طلعت دي، نو برومو كريبتين. ايه البرومو كريبتين ده؟ ده انتي برولاكتين. برولاكتين هرمون ده بتاع ايه؟ اللاكتيشن. والبروموكريبتين ده دواء اللي هو بارلوديل في الصيدليات باسمه، يعني ده دواء انتي برولاكتين. ما ندوش ابدا هذا الدواء لواحده عندها فايبروس ديزيز، هندولها في حاله واحده بس، لو في ميلك ديسشارج من النبل وعملنا لها برولاكتين ليفل وطلع عالي، وده فيري 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 انكومن. وفاجئ في السوق ودكاتره شباب زيكم وطلعوا والست واضح جدا كلينك اللي عندها فايبروس ديزيز ويبعتوها تعمل برولاكتين، وهي ولا بتعمل ديسشارج ولا بيدوها برولاكتين وبيخلوها تعمل برولاكتين بتاع برولاكتين ليفل في الدم، وبيدوها بروموكيبتين از تريتمنت، وده دواء سيء بيوجع البطن، ما تدهوش الا في واحده ثبت ان عندها برولاكتين ليفل عالي. الديزيز فايبروسيس ديزيز خلصناه، او اللي هو اسمه انتي. الديزيز الثاني الكومن ذا موست كومن فايبر ادينوما. ايه الفايبر ادينوما؟ ماوس اوف ذا بريست او الفار بتاع الثدي. ده في يونج ايج، هو يعني اقل من 40 سنه، بس مش 40 سنه، ده الايج الكومن. الكومن ايج من 18 ل 25، من 18 ل 25 الكومن ايج، من 18 ل 25 فيري رير ان هو يجي فوق ال 40 سنه. موستلي سمول، 1 ل 2 سم ليجن فايبر نوما، موستلي سوليتري، 1 فايبر نوما، لكن في ستات عندهم مالتيبل فايبر نوما. بيسموها الماوس اوف ذا بريست ليه؟ عارفين المثل القديم بيقول الفار بيلعب في عبي، هو ده المثل ساعات كانوا بيقولوا لنا كده واحنا صغيرين، لان هو ويل ديسكرايب ليجن في البريست وفيري فيري فريلي موبايل. فيري فريلي موبايل يعني لدرجه انه ممكن يمشي من كوادرنت لكوادرنت لام في بعض الحالات، مش في كل الحالات. About 10% disappear each year spontaneously. يعني لو واحدة ست عندها 18 سنة أو 25 سنة وجات وعندها فايبرو أدينوما وثبتنا بالألترا ساوند والكلينيكال اكزامينيشن إنها فايبرو أدينوما، وحتى كمان ممكن نعمل لها فرانك لاسبيشن وتثبت إنها فايبرو أدينوما، الست دي لو ما عملتلهاش أي علاج ولا حاجة وطمنتها بس إن ما عندهاش كانسر بريست وإن هي كويسة، ممكن 10% of lesion disappear spontaneously especially لو هي حملت ولا ضاعت. لكن كل الفايبر نومز اكسيجن بايوبسي اوف ات از ذا تريتمنت اند اتس ا بيس اوف مايند اوف بوث بيشنت اند دكتور. ولا العيانه ولا الدكتور هيطمن لي بال طول ما في ناس في البريست، هتقول لسه العيانه دي حاجه بناين يا بيه ستي وما تخافيش ومش هتتحول لحاجه وحشه، هتبكي عقلها هيقعد يشغلها، لا دي حاجه وحشه، ده في عندي كالكوع بتاع، لغايه ما ايه الدكتور يشيلها. المرض الثالث وهو ليس مرض ولكنه عرض اللي هو الماستالجيا، لكن هو ذا يعني ذا ثيرد كومنست سيمبتومز بريزنتنج ان بريست كلينيك اللي هو الماستالجيا. ست تيجي تقول لك عندي وجع في صدري، اول كلمه اسال او استفسر على الوجع ده هو سايكليكال ولا نون سايكليكال، واسال هو ديفيوز ولا لوكالايزد. ليه؟ most of mastalgia is cyclical related للسايكل بتاعت الفيمينين هرمونز، و most of it بيبقى نتيجة السنسيتيفتي للبريست تيشو للهرمونز دي، ومعظمها بيصاحب الفايبروسيستيز. النون سايكليكال مستالجيا رير قليلة، ومعظمها بعد بحث وتدقيق تلاقيه ما تش طالع من البريست، تطلع من الشيست وول والست ريليتد للبريست. البين يوجوالي فيوز اللي هو بتاع الفايبروسيستيك ديزيز وبتاع البيري منبوزر والبيري كمان منستول. اللوكالايزد بين يوجوالي بيدو انفلاميشن او كرونيك ابسس. هل الماستالجيا دي اكومبايند بنيبل ديسشارج ولا لا؟ ده السؤال الثاني، هل الماستالجيا اللي عند حضرتك دي في نيبل ديسشارج ولا لا؟ النيبل ديسشارج الكاركترز بتاعته يونيلاترال ولا بايلاترال؟ يونيدكترال ولا مالتي دكترال؟ الكالر بتاعه، الكميه بتاعته، هل هو سبونتينيوسلي ولا ويز سكويزنج؟ هل هو كومبايند ماس ولا لا؟ كل اللي لازم تعرفه.
هل المسترجي اللي عند حضرتك دي فيها كومباين ماس، سواء الست حساها وتقول لك انا عندي ماس او انت بالاكزامينشن تشوفها وتلاقيها. النقاط دي مهمه جدا 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 في assessment of mastology. النقطه الاخرانيه دي بقى دي مش مهمه، دي تنبيه. في لفظ مشهور ان الكانسر يوجوالي بيلس، هي الجمله صح، صح بنسبه 99% ان معظم الكانسرز في اي حته بيلس، وعشان كده هو مرض وحش، وعشان كده هو ديليد دايجنوزز. لكن مش معنى ان في بين ان 100% انا ما عنديش كانسر، فاهمين اكتر كلمه؟ لان في بعض الستات بقى بيستنتجوا بدل الست دي بيوجعني، لا يبقى العادي ده حاجه حلوه، يبقى ما اروحش للدكتور. بلاش القصه دي ولا من ناحيه المريضه ولا من ناحيتك انت كدكتور. تريتمنت اوف نوستالجيا بعد ما نعمل تريبل اسسمنت. ثانيه واحده، حد فيكم بقى هيقول لي هو انا هعمل تريبل اسسمنت نوستالجيا يا دكتور جلال؟ هعمل كومبليت هيستوري تيكينج، وبتاخد هرمونز ولا لا، وبتاخد انتي كونتراسبتيف ميثودز ولا لا، هاخد الهيستوري كويس جدا عن المسترجيا دي، سايكل ولا نون سايكل، والديفيوز ولا لوكالايز وكومبايند مسترجيا. بقى هعمل اكزاميشن كويس جدا 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 للبريست، وهشوفها في لوكالايز لامب ولا لا. هبعت الست تعمل ماموجرام والترا ساوند لو هي فوق 35 سنه، او الترا ساوند بس لو هي تحت 35 سنه. لو بايديا او الالترا ساوند او الماموجرام لقوا ماس، لازم تاخد منها بايوبسي، فايند اسبيشن او كورنيال بايوبسي، سواء بايديا او الترا ساوند جايدد. كده عملت تريبل اسسمنت للمسترجي. يبقى بعد ما تعمل تريبل اسسمنت للمسترجي دي واطمنت المسترجي دي بيناين النيتشر من فايبروسيستيك او حاجه، هنا بقى اول لاين اوف تريتمنت اشورنس، نطمن الست ان ده مش كانسر، طمن الست تاني ان هي مش كانسر. طب ليه دي طمنتها تاني؟ عشان دي مسترجي سايكل، يعني هتطمن منك وبعدين تغيب 3 4 شهور، وبعدين ترجع تقول تيجي تاني تكشف عندك كويس، هتدفع لك كشف يعني، وتقول لك انت متاكد يا دكتور ان الوجع اللي عندي ما فيهوش حاجه؟ انا بهزر معاك في النقطه دي. السرد بقى بعد ما اشوق، يعني في بعض الستات اقول لها كده بالنص، الوجع اللي عندك جامد لدرجه انها تيجي علاج، تقول لي لا 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 انا كنت جاي اطمن بس. خلاص يبقى انت كده بالفيرست والسكند تريتمنت بتاعك خلص. لكن في ناس تقول لك لا عندي وجع جامد جامد لدرجه ان انا مش قادر اضم ابني ليا، او مش قادر حد حتى الهدوء تحط على الثدي بتاعي. هنا اعمل بين مانجمنت. البين مانجمنت ان كاسكيد. يعني ايه ان كاسكيد؟ يعني تبتدي باقل حاجه زي دايت ادفايس، نقلل الشوكولاته والبيبسي والقهوه وما شابه. انترميتنت انالجيزيا، نديها نون ستيرويدال انتي انفلاماتري، ديفلوكونيك صوديوم مثلا اون ديماند. براين روز اويل ممكن يخفف النوستالجيا، لانه بيخفف في السنسيتيفيتي اوف ذا بريست تيشو للفيمناين هرمونز. ممكن اديها دنازول، وان كان ده يعني تريتمنت قوي 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 وبسايد افكت قوي قوي، حاجه بسيطه. ايفن تاموكسفين مذكور في بعض الحاجات يعني او الكتب، لكن لو تسمحوا البين مش هيروح عمره ببرومكريبتين، البين مش هيروح عمره ببرومكريبتين. البرومكريبتين ده ليه؟ هايبر برولاكتين واكسسيف ميلك تشارج فروم ذا نيبل فقط. المرض البناين التالي اللي ممكن يصيب البريست، ماستايتس. ماستايتس هو انفلاميشن اوف ذا بريست، الكلمه واضحه. الصوره بتاعتها اهي، واحده ست عندها اريا بينفول هوت ريد، اديمه شويه فيها، هيفنس. الست دي هنسالها هي لاكتيتنج ولا لا؟ هو سؤال واحد، الست انت لاكتيتنج، في لاكتيتنج تشايلد معاكي ولا لا؟ لان 99% من الاكيوت ماستايتس من اللاكتيشن، بيبقى بسبب اللاكتيشن. وورم كومبريسز ده هيخفف الماستايتس، وكونتينيوينج ممكن نديها باراسيتامول از ا بين كيلر، لان الباراسيتامول ملوش افكت وهو هينزل في اللبن بتاع الرضاعه للطفل اللي بيرضع. البريست فيدنج هل اوقفه ولا ما اوقفوش للست عندها ماستايتس؟ لا ما توقفوش، ما تمنعش رضاعه اي طفل الا لو النيبل نزلت بص، وده شيء نادر جدا جدا الحدوث. لكن الست عندها ماستايتس انفلاميشن اوف ذا بريست،
هل ارضع الطفل ام ارضعوش؟ ارضعه طبعا طبعا طبعا. الكلمه اللي هتقولها الست لك، طب انا عندي انفلاميشن، يعني عندي بكتيريا او حاجه وحشه هتنزل للطفل، رد عليها اقول لها الانتي بايوتيك اللي انا هديهولك عشان اعالجك هينزل برضه معاها للطفل، ومش هيتاثر الطفل بيها، واصلا البكتيريا دي هتخش بالاسيدتي بتاعت المعده بتاعت الطفل مش هتاثر. لو اخترنا انتي بايوتيك عشان اعالج ماستايتس هختار انتي بايوتيك بنسلينيز ريزيستنس وكومبايند، زي ان احنا نديها مثلا اوجمنتين اللي هو كلافيرونيك اسيد مع بنسلينيز ريزيستنس، نديها بجرعه عاليه 1 جرام كل 12 ساعه مش مشكله التفاصيل. وليه؟ لان اشهر ميكروب بيعمل ماستايتس هو استافيلوكوكس اوريس، بيبقى كومبايند فورم زي ما احنا قلنا. اكيوت ابسس، اكيوت ابسس حاجه وماستايتس حاجه. طب بس لازم اكيوت ابسس بريسيد باي ماستايتس، اكيد ما فيش اكيوت ابسس هيجي من غير ماستايتس. الاكيوت ابسس بقى هيختلف عن ماستايتس. اول سؤال هساله للست، انت بترضعي ولا بتطلعيش؟ طبعا. لكن الوجع اللي عندك والالم اللي عندك والالتهاب اللي عندك بقى له قد ايه؟ بقى له اسبوع يا دكتور. هنا افكر انه اتحول اكيوت ابسس. الاقي لوكالايز تندنس، لوكالايز تندنس يعني localize the area of the breast فيها tenderness وباقي البريست ما فيهوش اي tenderness. دي علامه من علامات تكوين البص under tension في النقطه اللي هي tender دي. Don't wait for fluctuation، دي كلمه دايما بتتقال في البريست تيشو، don't wait for fluctuation. يعني ان اللهم صل على سيدنا محمد، البريست تيشو ده soft وطري ويسمح بسبريدنج اوف انفكشن بسرعه جدا 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 في وايد اريا. قبل ما الفلكتويشن هيحصل الدستراكشن اوف ذا داكت سيستم هيحصل، وده احنا مش عايزين. فمش هنستنى هنا ان يحصل فلكتويشن عشان اثبت ان في ابسس. في اماكن اخرى غير البريست دونت ويت فور فلكتويشن، ايوه زي البال والسول والباروتيد اريا، دي من اشهر الاماكن ان دونت ويت فور فلكتويشن. لو انت شاكك الست اللي قدامك دي عندها ماستايتس ولا عندها اكيوت ابسس، بسيطه اعمل اسبيشن تيست سرنجه ومن غير اي بنج ولا اي حاجه، جاست تيك ات بس طمن الست ان هي شاكه صغيره واسبيريت. لو بص طلع معاك ده ابسس، الابسس علاجه انسيجن اند درينج اندر جنرال انستيزيا ويز انسبكشن، تاخد سواب فور كالتشر اند سنسيتيف. ما فيش incision range of abscess in the breast بلوكال انستيزيا، ما فيش ما فيش في الدنيا كلها، ما ينفعش. لان البريست حته سنسبل، سنسبل يعني ايه؟ يعني حته حساسه جدا 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 جدا. مهما الست قالت لك انا جدعه وهستحملك واعمله بنج موضعي، اوعى تصدقها، ولازم تعمل incision of the acute abscess under general anesthesia. دي واحده من النقاط اللي زهقت من ان انا اصححها، لانها للاسف الشديد مكتوبه في كتاب القسم. هي مش مكتوبه احنا كاتبينها، هي واحنا وهو الكتاب بيطبع اتكتبت غلط، ان acute abscess of the breast drained under local anesthesia. غلط غلط غلط، انا زهقت من ان انا اصحح الاخطاء، عشان كده عملت لكم السيرجيكال اونكولوجي نوتس ما فيهاش اخطاء. Improper management of acute breast abscess يحوله لكرونيك breast abscess. نقول تانية الجملة، Inappropriate management. يعني ايه appropriate management؟ يعني ما اديتوش الانتيبيوتيك الصح، ما اديتوش الانتيبيوتيك لمدة صحيحة، ما عملش incision drainage لما كان abscess، افتكرت لسه mastitis وابتديتوا انتيبيوتيك لمدة أطول. ان يعني اندبندبل درينج، يعني ما عملتش الانسيجن عشان درينج ديبندبل وفضل بس كله، لا عملته فوق شويه. كل الحاجات دي هتحول الاكيوت ابسس لكرونيك بريست ابسس. مشكله كرونيك بريست ابسس ايه؟ معاه اكومبايند باي لوت اوف فايبروزس. فبالمنظر زي اللي انتم شايفينه ده، الليفت بريست عند الست دي يعني ممكن نقول في نيبل ريتراكشن، ممكن نقول نيبل ليفل اعلى من النيبل الثاني، ممكن نقول في حتى سكين ريتراكشن تحت النيبل هنا، منظر شبه الكانسر. يعني كرونيك بريست ابسس مشكلته ان هو ميمك الكانسر. طبعا علاج كرونيك بريست ابسس ان احنا نعمل تريبل اسسمنت للماس دي، ولو اتاكدنا ان هي جاست بيناين فايبروتيك اريا ممكن نعمل لها اكسجين.
ايه معنى دكت اكتيزيا او بيدكت الماستايتس؟ ده نوع من انواع الانفلاميشن بيحصل في الميجور دكتس اوف ذا بريست، بيبقى نتيجه كرونيك افكشن ويز بكتيريا اب اند داون. الانفلاميشن بيحصل في فلاشنج و بيحصل في بين وريكارنت ابسس ونيبل ديشارج. ساعات الست تتالم جدا ويحصل نيبل ديشارج، ممكن يكون بس كمان، وممكن ساعات يكون جاست بيستي. بيستي يعني زي التوث بيست، يعني سيك زي معجون اسنان. ساعات بي كومبايند باي لامب ريترو اريولر ورا النيبل، واللامب دي مينلي بتكون ديستندد داكت اللي هي الداكت اكتيزيا، يعني ساكيوريشن اوف ذا ميجور داكتس بالسكريشن دي. ساعات كمان النيبل يحصل لها ريتراكشن، بيبقى سليت لايك ريتراكشن. سموكينج هاز ا فيري فيري سيجنيفيكانس اند بروفد كومبايننج بتوين الداكت اكتيزيا اند سموكينج. ايزا ان الست دي بتدخن او ان هي نيجاتيف سموكر عن طريق ان حد في البيت بيدخن وهي بتشم الدخان. السموكينج بيزود الاكسلريشن بتاع الانفلاميشن بتاع الدكت اكتيزيا وبيزود اتاكس كتير. علاج الموضوع ده بعد ما نقيم العيانه تريبل اسسمنت نتاكد ان عندها دكت اكتيزيا، نديها برود سبيكتروم انتي بيوتيك كومبايند فورم. احسن لو انت حطيت اديت الانتي بيوتيك ده اكوردنج تو كلتشر سنسيتيفيتي. لو الست دي جايه لك بتشارج من ليفل مثلا بس لايك، او ان هي كانت في اكيوت اتاك وعندها ريترو اريولر ابسس او حاجه، افضل انت تاخد كلتشر من الباس ده وتعمل كلتشر سنسيتيفيتي. هل علاج الدكت اكتيزيا ميجور دكت اكسيشن؟ يس، لكن مش هو اول حاجه اجربها. يعني اجرب الاول الهوت فورميكيشن والباراسيتامول والكومبايند انتيبيوتيك واعمل كالتشر سيرتي مره والثانيه والثالثه. اخر حاجه ممكن اعملها الميجور اكسيشن لو لقيت فعلا ان السكريشن اللي بينزل مضايق العينه جدا جدا جدا، والريت الفريكوانس بتاع حصول الابسس والبيدكت الانفلاميشن عالي جدا، هعمل ميجور اكسيشن. With inspection in the major duct excision ده لازم اعملها with broad spectrum antibiotic coverage، واحذر الست ان ممكن احتمال ان يحصل sinus بعدين. الصوره دي مش تبع المحاضره دي، لكن هي جايه هنا علشان تنبهكم ان في خطر موجود ممكن يشبه benign disease اسمه inflammatory carcinomatosis. inflammatory carcinomatosis ده خطر، ده نوع من انواع الكانسر بريست اجريسيف فورم. بيبقى الفيتشرز بتاعته كلينيكالي اكنه انفلاميشن، ريدنس وهوتنس وايديما، لكن ما بيبقاش بينفول بمعنى بينفول يعني. فلو الثلاث حاجات دول لقيتوها ان العيانه دي عندها هيفنس تقل نوت اريل بين، ولو لقيت ما عندهاش فيفر، ولو لقيت مفيش تندرنس، يعني الست دي هتسمح لك ان هي انت تحس صدرها وتعمل بالبيشن. الست اللي عندها اكيوت ماستايتس هتضرب ايدك وتبعدها عن صدرها عشان عندها تندرنس، لكن مفيش تندرنس ومفيش فيبر ومفيش ريل بين هنا، واخر حاجه مفيش ليوكوسايتوزس. لو عملت تشيك الست دي صوره دم سي بي سي مش هتلاقي ليوكوسايتوزس. اي سسبيشن زي ده شك ان الحاله اللي معاك. كمان في حاجه مهمه، الست دي مش الايدج بتاع اللاكتيشن، الست دي عندها 54 55 او 52 سنه ومش الايدج بتاع اللاكتيشن خالص. ايه اللي يجيب لها انفلاميشن زي كده؟ القاعده بتقول ايه؟ بتقول اني بيشنت ان هوم ماستايتس داز نوت ريزولف كومبليتلي افتر 1 ويك اوف بروبر تريتمنت نيد ريفيرال كونسلتيشن، يعني ابعتها لحد جراح يشوفها. انت طبعا احنا بنكلمك عنك جنرال براكتيشنر وان انت مش اخصائي ثدي. يبقى القاعده نقولها تاني، اني بيشنت ان هوم ماستايتس داز نوت ريزولف كومبليتلي افتر 1 ويك اوف بروبر تريتمنت نيد ريفيرال كونسلتيشن. شك ان عندها انفلاماتوري كارسينوتوزس وابتدي اعملها انها انفلاماتوري كارسينوتوزس. ديسشارج بالنيبل برضه هو مش مرض، هو عرض، ولكن ممكن بيجي ساعات كتير جدا سؤال في اخر السنه وبيتسأل عن الدستشارج بالنيبل. دي صورة سريعة على الدستشارج بالنيبل. لو كان سيرس
لاكتيتنج ده بيدل عن ان في هايبر برولاكتينيميا ونقيس البرولاكتين ليفل وندي الانتي برولاكتين اللي هو برونكريبتين. لو جرينش يلوش براونش ده فايبروسيستيك ديزيز. وطبعا دي مش العالم يعني مش لو جرينش يبقى فايبروسيستيك ديزيز على طول، لا لو جرينش وناخد الهيستوري ونشوف الكلام ونتكلم عن انها بتاخد انتي هرمونز ولا لا وكذا كذا كذا هيتكون ان هي فايبروسيستيك ديزيز. لو توست بيست لايك يوجوالي دي داكتكتيزيا repeated attack of inflammation around the area nipple. لو سكيرو ده usually due to abscess. لو حصل bleeding per nipple هنا بقى bleeding per nipple يعني ايه؟ يعني red. ولما نقطة مهمة جدا 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 كل الناس كل الستات اللي عندها discharge per nipple هيجوا العيادة بتاعتك يقولوا لك احنا عندنا دم بينزل من الحلمة. كل دول كلهم يعني نزل اصفر نزل اخضر نزل احمر نزل بتاع الست هتيجي تقول لك في دم بينزل من الحلمه لانها مش شايفه هي شايفه خطر الدم. لكن لو سالتها بهدوء اللي بينزل ده لونه احمر او لونه حاجه تانية ممكن تفسر لك، وخصوصا لو اديتها حاجه لونها احمر في ايدك يعني قلت لها لون ده ولا لون حاجه تانية هتقول لك لا ده اغمق شويه او حاجه زي كده. اني هاو بليدنج بالنيبل اللي هو احمر حاجه حمراء طلع نزلت من الداكتس دي هنفرق بقى بين benign and malignant things لان الست دي عندها bleeding بالنبل واضح جدا ان عندها حاجه حمراء نازله من يوري داكت من البريست. Most common cause of bleeding بالنبل is intraductal papilloma. هنا هنقول كلمتين برضو عن intraductal papilloma. ممكن استاذنكم في 10 ثواني هرد بس على حاجة. اوكي شباب انا اسف. الانتراداكتال بابيلوما ده عباره عن يعني بابيلوما يعني بروز كده جوه ميجور داكتس صغير خالص حجمه حوالي 1 مللي ل 2 مللي مش محسوس اصلا. ده بيحصل يعني فريكشن في الداكتس فبتسبب نقطه او نقطتين دم لونهم احمر. الكونديشن ده بيناين مش مالين. Small lump may be noticed. لكن small lump اللي هي noticed في الانتراداكتال بابيلوما بتكون نتيجة الريتينشن اوف سكريشن بيهايند ذا بابيلوما مش نتيجة البابيلوما نفسها. البابيلوما 1 مللي ما تتحسش. Multiple papillomatosis is rare. Rare condition ان يحصل كذا ضغط يحصل فيها بابيلوما والكونديشن اسمها multiple papillomatosis. في تيست اسمه داكتوجرام انا كاتبه هنا عشان اقول لكم ان هو ما بيتعملش. Never. ايفر يتعمل مكتوب في الكتاب القديم ومش طول ما طبعا مش ذاكره خالص في النوتس الجديده. مفيش حاجه اسمها داكتوجرام ما حدش بيعمله. اخر واحد عمل داكتوجرام لاي عيان كان من 30 سنه او 40 سنه في العالم كله. لكن الماموجرام والالترا ساوند هنا الدايجنوستيك. الماموجرام والالترا ساوند بيبينوا ان الميجور داكتس بتبقى واحده فيهم دايليتد وفي انتر داكت واضحه. البروب بتاع الالترا ساوند اتحسن جدا 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 وبيوصل ان هو يجيب 1 و2 مللي ليشن. مفيش رول للفاينل اسبيريشن هنا خالص. محدش يقول لي هحط فاينل اسبيريشن عشان اشخص انت داكتر بالروم. يعني انت عايز تقنعني ان انت هتحط سن ابره في ليجن هو اصلا 1 مللي 2 مللي دايج. علاج الانتراداكتال بابيلوما هو مايكروليكتومي. يعني ايه مايكروليكتومي؟ يعني هشيل الضغط اللي فيها الانتراداكتال بابيلوما مع التيشو اراوند ايت زي الجبنه النستو كده كانها مثلث. هشيل الجزء ده كله اسمه مايكرو وابعتها باثولوجي والباثولوجي اكد لي ان هي بيناين انتراداكتال بابيلوما. حاجات الترتيب الحاجات اللي انا بذكرها هي ترتيب الشيوع. يعني الفات نيكروزس ده بقى مش كومن. ايه حكايه الفات نيكروزس ده؟ البريست عباره عن فاتي تيشو. هو جلاندر تيشو في فاتي تيشو. اي فات تيشو يحصل له تروما هيحصل فات نيكروزس. الست دي لو البريست بتاعها كبير شويه وخبطت في حافه البلكونه وهي بتنشر مثلا وفي تروما
يعني حديثه مشهوره قوي 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 دلوقتي، الحزام العربيه، ولو حصل حادثه وحزام العربيه خبط جامد في البلاي ستيشن ده هيحصل تروما. هنا هيحصل ان هيحصل هيماتوما، والهيماتوما هيحصل لها فيبروزس، وبعدين تنتهي ببينلس لامب صغيره. ساعات السكين يحصل له ديمبلنج عليها نتيجه الفيبروزس. ساعات الفات نكروزس تخليك تشك في كانسر بيست او تشبه الكانسر بيست. الدياجنوزز يوجوالي كونفيرمد باي تريبل اسسمنت، ولو كونفيرمد باي تريبل اسسمنت نو نيد فور اني فيرذر تريتمنت، سيبها زي ما هي، هي هتمر لوحدها وهتختفي لوحدها. لكن لو انت لسه عندك شك ان هي كانسر بيست، في الحالات دي هتعمل لها اكسيجن اوف ذا ماس. مونتجومري فوليكلز، حد فيكم شاف نيبل واريولا بتاعت واحده ست حامل؟ هو المنظر بتاعها بيبقى شكله كده. ده عباره عن حاجات الست الحامل بتيجي لنا خايفه ان يكون عندها something bad something malignant، لكن هو just hypersensitivity of the sebaceous gland in the areola region للاستروجين اللي بيكون عالي جدا في اثناء الحمل. العينه دي just انت هتطمنها وتاخد الكشف وكلها شكرا. دي حاجه سيلف ليميتد، يعني سيلف ليميتد يعني جاست ان هي الحمل هينتهي، الكونديشن هتختفي. اريولا اكزيما لازم نشوفها ونعرف ان هي بتبقى ديفيوز وبتبقى ووتري، بتبقى سكريشن منها ويت، يعني الاكزيما ويت، وما بيحصلش ديستورشن اوف ذا نيبل اند اريولا، شكلها مع ان هنا ديستراكشن تام لكن من غير ديستورشن. لازم نفرقها من باجيت ديزيز اوف ذا بريست. اللي تحت دي بقى اللي ظهر دي اسمها باجيت ديزيز اوف ذا بريست. الاكزيما اوف ذا بريست ده سكين انفلاميشن وسكين ديزيز، ويعالجه دكتور الجلديه ببساطه بشويه مراهم وحاجات كده. لكن الباجيت ديزيز ده كانسر، ده كانسر بيهايند ذا اريولا اند نيبل، بيوضح نفسه او يبين نفسه على السكين اوف ذا اريولا نيبل ب الالسريشن وديستورشن اوف ذا نيبل اند اريولا. برضه القاعده بتقول ايه؟ بتقول اي اكزيما اوف ذا اريولا نيبل which not responding to proper treatment after about a week should be referred for consultation باي اسيرشن، عشان نفرق ان هي عندها باجيت ديزيز ولا لا. باجيت ديزيز ده بيدايجنوزد باي اكسيجن انسيجنال بيبسي، سوري انسيجنال بيبسي. فاهمين الفرق بين انسيجنال بيبسي واكسيجنال بيبسي؟ اكسيجن انها شيل ليشن كله، انسيجن انها شيل حته منه، لو شلت حته من القرصه دي هتبين انها باجيت ديزيز. ديفيوز هايبرتروفي اوف ذا بريست ده بيناين ديزيز او بيناين فيسيولوجيكال اوف ذا ديزيز. واحده ست حملت وخلفت 3 4 5 6 مرات، البريست بتاعها بيبقى بهذا الشكل. الست دي ساعات بتبقى فيري فيري ان بين، سفرنج فروم بين، سفرنج فروم باك بين، مش سفرنج فروم الهيفنس بيخليها عندها باك بين. والست دي لو جت لنا هنعمل لها تريب اسسمنت ومامجرام والترا ساوند، ولو في ديسكريت ماس هناخد منها بايوبسي، لو ما فيش ديسكريت ماس مش هناخد بايوبسي ونعمل لها حاجه اسمها ريدكشن ماموبلاستي. جاينيكوماستيا ده ديزيز بيناين ديزيز اوف ذا بريست بس افكتنج الميلز مش الفيميلز. الكوز بتاعتها كتيره، اولها ايديوباثيك، اولها شاب صغير من عنده 12 سنه 14 سنه، مامته جايه تجري بيه خايفه ان البريست بتاعه كبير ومش عارفه ليه. ده افكت بس للهرمونز في البيوبرتي او الادرسنت ايج، وبنطمن الام ان الحاجات دي سيلف ليميتد، ممكن بتصاحب بشويه بين او حاجه، لكن ويزن 6 مانثس بتهبط وتسكت خالص، لكن في بعض الحالات بتبرزست وتبقى العين عنده ايديوباثيك جاينيكوماستيا. كرونيك هيباتيك انسفشنسي از انذر كوز اوف جاينيكوماستيا، لان الاستروجين والبروجسترون بيحصل لهم ديتوكسيكيشن في الليفر. لو الراجل ده عنده ليفر ديزيز والكبد بتاعه مش قادر يعمل ديتوكسيكيشن للاستروجين والبروجسترون، فهيحصل ريلاتيفلي هايبر استروجينيميا في الراجل، وده هيسبب جاينيكوماستيا. اوبيستي از انذر كوز اوف ابارنت جاينيكوماستيا، الراجل فين شويه بيبقى البريست بتاعه باين انه جاينيكوماستيا. سينيليتي جده والناس الكبار بيبقى عندهم ابارنت جاينيكوماستيا. وتستيكولار فيلير ايزر تستيكولار فيلير ديو تو تروما او
infection او كرون انفلاميشن او ديو تو تيومرز اي تستيكولار فيلير بيقلل التستوستيرون وبيسبب ريلاتيفلي هايبر استروجينيميا وجينيكوماستيا. اخيرا سم كايند اوف دراجز بيسببوا جينيكوماستيا، من اشهرها الدايوريتكس اللاكتون والبيتا بلوكرز والH2 بلوكرز والديجيتالز اللي هو الديجيتالز بتاع الهارت. كل البناين بريست ليجنز ار نوت بريدسبوسنج تو كانسر بريست. الجمله واضحه جدا، all benign breast diseases not predisposed to cancer breast، ونشكر ربنا على كده، لان لو كان اي واحد فيهم predisposed وكان الكانسر بريست اكثر شيوعا مما هو عليه الان. اكسبت، لازم اكسبت، اكسبت حاجه واحده اسمها atypical hyperplasia. Atypical hyperplasia is not a breast disease. It is a pathological change under the microscope. It's just hyperplasia of the epithelium. لو الهايبربليزيا دي شبه المذر سيلز دي اسمها تيبيكال هايبربليزيا، لكن لو الهايبربليزيا دي مش شبه المذر سيلز اسمها اتيبيكال هايبربليزيا، ودي بريدز بوست كانسر بيست. لكن هل بريدز بوست كانسر بيست يعني الست دي 100% هيجي لها كانسر بيست؟ لا لا، مش 100% هيجي لها كانسر بيست، لا. هي عندها البريدز بوست اكتر ان هو يجي لها كانسر بيست. طب لو ست جات لي عامله اكسجين بايوبسي والاكسجين بايوبسي في ايدها مكتوب فيه اتيبيكال هايبربليزيا، اعمل لها ايه؟ كارسينوما ان سايتو مي ديفلوب ليتر، دي اقول لها ان انت عندك احتمال ان انت يحصل لك كارسينوما ان سايتو. ريسك از انكريزد ويز بوزيتيف فاميلي هيستوري، لو انت عندك بوزيتيف فاميلي هيستوري ريسك هيزيد. Even this does not merit immediate operation. يعني حتى مع الاثنين دول لو موجودين ما اقدرش اخش اعمل لها عمليه على طول لانها ما عندهاش حاجه كانسر دلوقتي. لكن annual mammogram are recommended و strict follow up للعينه دي، يعني عيني عليها باكزامينيشن كل ست شهور، وannual mammogram كل سنه، ده مهم جدا. Take home message نقراها بسرعه، معلش تقدروا تقروها معايا. Cancer is not the common disease of the breast. كلنا مقتنعين بذلك. Triple assessment is a cornerstone in diagnosis of cancer breast. Excision biopsy replaced by needle biopsy. مفيش حد دلوقتي بيعمل excision biopsy، كله بيعمل final أو core biopsy. آخر حاجة دي جملة حلوة أوي، بتقول إيه؟ Exhaust yourself to exclude malignancy before managing patient as benign. نقولها تاني. Exhaust yourself to exclude malignancy before managing patient as a benign, لأن malignancy is the most serious one. If still in doubt, refer patient to consultant. If still in doubt, refer patient to consultant. Thank you very much. ونرجع بسم الله. أوكي، لو حد عنده أسئلة يسأل، تمام؟ والله ما تدري.